السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن بقية الأسئلة، مجموعة الأسئلة بتاعت الامتحانات اللي هي ما سجلتها، بس ما هعيد تسجيلها تاني. اللي هم تقريبا 3 مجموعات. فأول سؤال كان عندنا اللي هو اكتب المصطلح العلمي اكتب المصطلح العلمي وكتب الجملة: مرحلة في دورة الطمس يتم فيها تحرر البويضة وتكوين الجسم الأصفر. طبعا الإجابة هتكون إيه؟ عملية التبويض أو يوم التبويض. طيب بعد كده عندنا السؤال الثاني: اكتب المصطلح العلمي وبرضه كاتب لنا الجملة: حواجز طبيعية تمثل خط الدفاع الأول لمنع المسببات المرضية من الدخول إلى النبات والانتشار بداخله. طبعا هنكتب على طول: المناعة التركيبية بالنبات. طيب السؤال اللي بعده برضو بقول لك اكتب عدد المجموعات الصبغية في كل من. اول حاجة جاب لنا الطور الحركي في دورة حياة بلازموديوم الملاريا، فهنقول على طول ان الطور الحركي طبعا ده الطور الجنسي، فبيبقى 2 نون وبتبقى ثنائية المجموعة الصبغية. تاني حاجة بقول لك ذكر نحل العسل، هنقول نون، وطبعا دي أحادية المجموعة الصبغية. فدول 3 مجاميع اللي كانوا ناقصين في